والله زمان يا مغرب، وحشنا والله الكلام عن الكرة المغربية، وحشنا الكلام على إنجازات الكرة المغربية. رجعنا تاني. مساء الخير ومساء الفل، معاكم اسلام علوي عبر قناتكم قناة اسلام علوي على اليوتيوب. لو اول مرة تتابعني اتمنى تعمل متابعة ولايك على الفيديو دوت، ولو بتتابعني بقالك كتير اقول لكم وحشتوني جدا جدا جدا. ورجعنا للكلام عن الكرة المغربية. مليون مبروك، مليون مبروك لكل متابعين الكرة المغربية في كل مكان. دايما تألق بمسك الخشب اهو، الله اكبر، عشان ما احسدش. بسم الله ما شاء الله. رجعنا مع الكرة المغربية ومنتخب 17 سنة بطولة كأس العرب المقامة في الجزائر يصعد لربع نهائي البطولة بعد فوزه على منتخب موريتانيا بنتيجة 1-0، وأيضا منتخب جزر القمر بنفس النتيجة 1-0. يمكن الخسارة الوحيدة كانت قدام المنتخب العراقي بنتيجة 2-1، ثم بعد كده بقى رجع كسب منتخب موريتانيا زي ما قلت لحضراتكم بهدف محمد الرشيدي، ثم بعد كده كسب منتخب جزر القمر منذ لحظات بهدف آدم شاكير. وبرضه شوية شباب زي الورد للكرة المغربية تحت 17 سنة بنسميهم في مصر بقى اللعيبة النونة، الوراور، وراور المغرب تحت 17 سنة بخير. ودول بقى اللي هيدوا المنتخب المغربي، رغم ان بسم الله ما شاء الله يعني المستبعدين من المنتخب المغربي اسامي كبيرة، الله يكون في عون الشباب دول، مش عارف هيلاقوا مساحة ولا لا. وبسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، اسامي زي الورد ولعيبة وكثافة من النجوم في الكرة المغربية لا حسرة لها. والله ما بحسد، اتمنى لكم من قلبي كل التوفيق. ببارك للمنتخب المغربي وايضا بصحبة المنتخب العراقي، صعدوا زي ما قلت لحضراتكم لدور ربع النهائي. وهنشوف بطولة، هتبتدي بقى البطولة تسخن وهنبتدي نتكلم عليها دلوقتي، وهتبتدي الاحداث تبقى رائعة. ببارك مرة تانية لي حبايبي في المغرب، وراجعين مع بطولة الدوري المحلي، وهنتكلم كتير جدا في شوية صفقات جامدة. الماس عملت صفقاته، الجيش الملكي والوداد والرجاء، وراجعين مع تألق رائع جدا. ولكن ابداعكم الاروع في دعمي ولايك ومتابعة على هذا الفيديو، ده اللي هيديني دافع عشان نرجع تاني، لأن الريتش عندنا وقع الفترة الأخيرة، بقالنا كتير جدا ما اتكلمناش. فأتمنى اللي يصل للفيديو ده يعرف إن هم مميزين جدا على قناتي، فأتمنى ما تبخلش عليا بلايك أبدا عشان يصل لناس تانية بعدك. تحياتي ليكم، وبارك من قلبي مرة تانية للرياضة المغربية والكرة المغربية اللي 2022 حلفة تعصر نفسها وتجيب اخرها لكل الرياضه المغربيه. مش عايزين يسيبوا بطوله، 2022 سنه لا تنسى تماما لكل عاشقين الرياضه المغربيه. مزيد من الرفعه والتالق، واتمنى البطوله دي ان شاء الله باذن الله كمان تضاف لبطولات الجمهور المغربي المتابعين الاكتر عندي اكيد. واتمنى التوفيق اكيد للعراق وللجزائر لكل منتخباتنا العربيه، ولكن انا بتكلم تحديدا على المنتخب المغربي اللي متابعينه اكتر عندي. اتمنى كل التوفيق للرياضه المغربيه، ودايما في الرياده بالتساوي طبعا مع كل المنتخبات العربيه، وقبلهم منتخب مصر طبعا ام الدنيا اللي انا بنتمي لها. ولكن ابداع تلو ابداع، بسم الله ما شاء الله عليكم يا مغاربه. تحياتي ليكم، اسلام علوي، السلام عليكم.